طيب زي ما تابعنا الفيلم الوثائقي اللي صوره الشاب الجميل الطيب، ومعنا عمان عبد القادر من قريه وادي الرواكيب. طيب عمان عبد القادر، عشان نضع كل الناس في الصوره، ونحن حنحاول ان نتواصل مع مسؤولين ونضع القضيه امام المشاهدين عشان يكونوا عارفين التفاصيل. مصادر المياه اصلا في المنطقه يعني كم مصدر، ولا هي حاجه واحده وانتم بتجيبوا المويه عن طريق زي ما شابعنا في الفيديو عن طريق الكارو يعني؟ طيب، اول حاجه القريه دي كما قلت لهم انها قريه قديمه، والمسؤولين في العهد مايو بالذات عرفوا انه في مشكله للمويه، فقاموا عملوا مشروع اسمه مشروع ابحاث قريه وادي الرواكيب الزراعي، وحفروا فيه بيرين على اساس انه الناس اول حاجه يوفر مياه الشرب وللزراعه وليعمل المواطنين ذاته فيه، ولكن للاسف الشديد يعني المويه اللي طلعت دي مو مالح. الناس والله كانوا بيعانوا من الحصاوي والكلاء، وهم دارين بنفسهم انه السبب الرئيسي هذه المياه. والان بعد فتره من الزمن الناس يعني بدوا يطاردوا المسؤولين، وما استجيب الا في فتره متاخره جدا يعني في التسعينات حفروا لنا بيرين. بير واحد مياهها يعني صالحه للشرب، والبير الثانيه مياهها برضه الناس بيستخدموها عند الحاجه، لكن ما 100%، لانه معظم الناس اللي عندهم الكلى واللي عندهم الحصاوي واللي عندهم الاملاح، الواحد بيجيب معاه يا جاب معاه مويه من منطقه ثانيه، ولا مشى البير الاخرى دي لما تكون متعطله، ولما تتعطل هذه البير والله بتكون مشكلتنا كبيره جدا. البير دي هي مصدر المويه الوحيد بالنسبه للناس، المويه الوحيد مسافتها بعيده من كل المصدر، والله المسافه بعيده جدا، والحصول عليها ذاته صعب عن طريق الكار، والتعطل ذاته هي اصبحت الان يعني قديمه. طيب انا عندي سؤال عم عبد القادر، يعني السيد الكارو اللي بيجيبه لكم هل بياخذ اجر على توصيلته بس، ولا المويه نفسها بتتبع لكم في المنطقه؟ اصلا هو في ناس شغالين بيبيعوا المويه، الواحد بيشتريها من بتاع من صاحب الدون كده ب 10 جنيه البرميل ده، وبيمشي يبيعها ب 80 جنيه، ب 80 جنيه واحتمال تكفي في اليوم واحتمال ما تكفي، يعني دي معاناة أخرى للمواطن. يعني كل الأسر يوميا بتشتري موية؟ والله يوميا يعني بتشتري موية، خاصة الناس البعيدين شديدا، في ناس يعني قريبين للأبار دي موصلين خراطيش، لكن برضو ممكن يشغلوها بعد أسبوع يوم يومين يعني ما طوالي. طيب طيب، أنت اكتشفت الموضوع ده كيف أصلا؟ وأنت يعني واضح جدا من الفيديو أنه أنت يعني محترف في التصوير، وأنك تجربة يعني ممكن تكون هي يعول عليها فينا تكشف عن الحاجات زي اصلا، لكن اصلا اكتشفت الموضوع عن طريق الصدفه، ولا عندك معلومات سابقه، ولا زول كلمك؟ انا شخصيا ما كان عندي معلومات سابقه عن المنطقه، لكن من خلال الفريق او الكرو اللي كان شغال في الفيلم كانوا عايزين يعني يعملوا ريفليكشن للمشكله بتاعت المويه دي، اللي هي ما هو عرفوا عن الفيلم يعني اصلا فكره الفيلم جات من المعاناه، والمعاناه اول زول وصل الحته دي عرفها كيف مثلا؟ كان في جزء من الناس اللي بنتعامل معاهم عن طريق زملاء في الجامعه وكده، كان عندهم تواصل مسبق يعني مع ناس قريه وادي الرواكيب في حاجات ثانيه يعني غير الفيلم وكده، يعني كان يعني عندهم تعاون ومساعدات وحاجات زي دي يعني كان بيتعامل معه فيها يعني. فلما كان قلنا نعمل الفيديو بتاع اللي بيحكي عن المويه ده، اللي هو كان معمول تحديدا لليوم العالمي للمياه اللي هو كان قبل فتره، فكان حتى الفيلم ده يعني كان برعايه الكرسي بتاع اليونسكو للمياه يعني، على اساس انه يعملوا ريفليكشن للمساله بتاعت المويه دي يعني، اللي هي بتكون في غوره كثيره حتى يعني نموذج يعني. ممكن تكون ممكن تكون نموذج بالضبط، فغير وادي الرواكيب، فوادي الرواكيب كانت مثال مناسب، وغير كذا قريب وبيعكس مشاكله، بالعكس قريب دي باعتبارها ذاته مشكله صحيح. مختلفه يعني انه مكان قريب ما يكون متوفر فيه الاساسيات زي دي يعني، اللي هي اهمها المياه والكهرباء. طيب عم عبد القادر، اضافه لمعاناتكم من عدم توفر المياه الغير صالحه للشرب، كمان عندكم مشكله عدم توفر كهرباء في المنطقه. كلنا نعلم انه رجعنا من الماء كل شيء حي، يعني ما في حياه بتكون من غير مويه، فشو المشكلات اللي ممكن تترتب على عدم توفر مويه، بالاضافه لانه برضه في المنطقه ما كمان ما في كهرباء موجوده،
وهل انتوا وصلتوا صوتكم، قمتوا بمبادره يعني وصلتوا صوتكم للمختصين؟ في شكاوي جات من اهل المنطقه؟ نعم، المنطقه زي كما قلت لك قبل شويه انه فيها بيرين، وهذه الابار شغاله ببوابير اندوريا، واندوريا دي ذاتها مشكلتها انه بتتعطل وازبيرات ذاتها ما موجوده، يعني ممكن الناس مع الشح ده والله احتمال اسبوع اسبوعين يعانوا معاناه شديده من المياه، يمشوا عشرات الكيلومترات الواحد عشان يمشي يجيب مويه من الغور المجاوره. فالكهرباء اللي قلت لي عليها دي اصلا هي حلم يراود الناس منذ الزمان، والكهرباء دي اصبحت يعني هي ضروره من ضروريات الحياه ومهمه للغايه، خاصه للمويه دي بالذات، لانه هسه لو كانت الكهرباء دي موجوده ما كان احتجنا للبوابير دي ولا للمولدات الكهربائيه دي، كان طوالي طلبوا مباشره حيتصلوها. فالكهرباء يعني غير موجوده في القريه اطلاقا، بالرغم من المجهودات المبذوله من الشباب واتصال بالمسؤولين، والمسؤول يوعد ويوعد ويوعد وما يوفي. عندكم لجنه شعبيه او جسم ممكن يكون؟ اللجنه الشعبيه طبعا السابقه الله يسعد، والمسؤول زي ما قلت الوعود الكاذبه دي، ونحن بنطالب وده حق من حقوقنا، يعني المية دي والكهرباء دي حق، واجب الدولة إنها توفر الخدمات دي للغرية. الماء نحن ما طالبنا يعني بأشياء من الكماليات، صحيح. طالبنا أشياء من الضروريات. فكون إنه المسؤول يعني يوعد ويخلف والله ده يعني صدمة للمواطن وإحباط بالنسبة له. بقيه القطاعات برضه بتاعت يعني احتياجاتها الاساسيه بالنسبه للناس في المنطقه من صحه وقطاع المدارس وما الى ذلك، الحياه دي كلها برضه ممكن تكون هي منظومه واحده ولا في اختلاف شويه وفي تحسن في مجالات ثانيه؟ لا لسه، بس انا حوصل لنعم في الكهرباء دي. الكهرباء دي بالذات يعني والله اول المواطنين في معلمين وفي موظفين وفي جنود وفي شرطه، يعني اهل القريه كمنظومه مثل المنظومات الاخرى يعني يقدموا شيء للدوله، لكن الدوله ما قدمت لهم حاجه للاسف الشديد. يعني هسه نحن عندنا في سد اسمه سد وادي الرواكيب، وهذا السد انشئ شمال القريه ما عشان المواطن يزرع ولا عشان المويه، عشان يحموا مناطق الصالحات ومناطق جادين من الغرق. حموا المناطق ديك وغرقونا احنا. إيش نحن في زمن الخريف والله الأهل في بيوت اتهدمت في مجرسيل هي وبعد ده كله يعني مقابل الأراضي شالوها دي والغرق ما قدمت لنا ولا ما في تعويض ولا قدمت لنا خدمة. نحن دارين خدمات وخلت تعويض الناس المساكين ديل والله إلا زي ما أقول كل واحد جاء الجيران ديل بيساعدوا مع بعض، لكن تعويض ما في. على كده من كلامك معناته الحياه في قريه وادي الرواكيب بتتوقف في باصات المغرب؟ نعم، لعدم وجود الكهرباء. نعم، ما بتبدا الا بانه المياه تجي عن طريق الكهرباء. صحيح. نعم، حنتواصل معك ولسه في تفاصيل كثيره حنعرفها منك عبد القادر. نعم. وطيب مشاهدينا بعد فاصل ابقوا قريبين. اهلا بكم من جديد. مشكلة وادي الرواكيب وانعدام مياه الشرب وانعدام الكهرباء وعدد من الخدمات في منطقة هي في أطراف الخرطوم وتتبع لمحلية أم درمان، وسعداء جدا أن نتواصل الحوار في فقرة الأندية اليوم مع طيب محمد علي مصور فيلم وثائقي بيعكس المعاناة اللي بيمروا بها أهالي المنطقة، اللي منهم اليوم أمن عبد القادر موجه تربوي ومن أبناء قرية وادي الرواكيب. طيب الفكره بتاعت الفيلم ده اصلا قايمه على انه معاناه لاحظتوها وسخرتوا كل مجهوداتكم الفنيه والعمل الجميل اللي طلع، لكن هو للاسف مؤسف في نفس الوقت. فافلام وثائقيه برساله قويه جدا بتكشف النقاب عن مشاكل كثيره جدا وعن معاناه لناس في مناطق مختلفه قريبه من الخرطوم زي ما قلت انت، ومشينا في اماكن ثانيه من السودان ما اعرف ممكن يكون في شنو. فالفكره دي هتمشي بترتيب اكثر وبمشروع اكبر من كده بما انها هي بتجد رعايه من جهات مختلفه ولا خطه شنو؟ في الحقيقه اصلا هو يعني قبل ما الفيديو او المشروع ده كان ينتهي ما كانت يعني دي الفكره او الرؤيه، يعني انه الواحد
ممكن يواصل في الحاجة دي يعني. وادي الرواكب كانت يعني أظن أكثر تجربة مختلفة بالنسبة لي يعني بكل تفاصيلها يعني، لأنه فيها نوع يعني فيها جزء كبير من المفاجأة والصدمة في نفس الوقت يعني. يعني حتى إحنا لما ماشيين في ماشيين عليها يعني كان الواحد ما كان متوقع إنها هي بالجروب ده يعني، هي تقريبا من هنا مسافتها يعني نص ساعة زي ماشي أم درمان تقريبا، فحتى قريبة هاي في أطراف أم درمان يعني. فكان كانت يعني مفاجأة إنه الموضوع ده يكون بالشكل ده يعني، بدون إنه كيف حتى الناس أهالي القرية عايشين بالطريقة دي أو بدون المياه وبيواجهوا صعوبة فيها وبيشتروها وكده يعني. أول ما بدأتوا تتواصلوا معهم كان في تجاوب كبير طبعا. طبعا إحنا كان بدينا نتواصل أول مرة كان مع أستاذ عبد اللطيف اللي هو أكتر ذول عنده ظهور في الفيلم أو في الفيديو. مشينا لهم زيارة كان في الأول عشان يعني ذاته إحنا نشوف القرية عاملة كيف وتفاصيلها. لقينا صراحة ترحاب كبير جدا يعني من اهل المنطقه، استاذ عبد اللطيف استاذ عبد القادر برضو رحبوا بينا ورحبوا بالفكره لانه حسوا انه ممكن تكون بتخدم المشكله بتاعتهم يعني القضيه اللي هم اصلا يعني بدوننا او بدون يعني ناس كثير قاعدين يسعوا دائما اكيد انه هم يحلوها. فالفيديو كان فيه نقطتين مهمات يعني، غير انه في عكس للمشكله او ريفلكشن للمشكله، النقطه الثانيه انه هم بحد ذاتهم مع وجود المشكلة بيحاولوا دائما يجتهدوا في إنه يحلوها بمجهودات ذاتية يعني من أبناء المنطقة يعني. فدي ذاتها يعني حاجة تحفيزية بالنسبة لهم بالنسبة للأماكن الثانية يعني ممكن تكون بتواجه يعني، إنه ما قاعدين مستنين زول يجي يحل لهم المشكلة دي يعني، فهم ذاتهم محاولين بيحاولوا إنه يحلوا مشكلة المويه والكهرباء والمشاكل الثانية اللي بتجي من خلال المشكلتين الأساسية. طيب واضح أنك ما شاء الله محترف من خلال الفيديو اللي احنا تابعناه أو الفيلم الوثائقي، والأجمل من كده أنك عملت شريط مترجم لكل المتحدثين باللغة الإنجليزية. كلمنا عن أيام التصوير، أخذت معك كم يوم ساعات اللي أنت بتكون قاعد في منطقة وادي الرواكيب، ولو واجهتك مشاكل في إنتاجك للفيلم ممكن برضو تكلمنا عنها. أول حاجة الفيلم كان لابد إنه يكون مترجم يعني للإنجليزية عشان يعني نقدر عشان يكون واصل مثلا المعنى لأي زول ممكن غادي يتابعه، وكان عرضناه برضو في المؤتمر بتاع اليوم العالمي للمياه، وكان ده طبعا يعني بنت يعني فيه منظمات مختلفة وجهات مختلفة وناس مختلفين برضو في نفس الوقت، ما قد يكون كلهم يعني ما بيتكلموا عربي. فكان إنه لابد يكون بالإنجليزي مترجم يعني عشان ذاته يوسع شوية من فرص المشاهدة بتاعته يعني. يا موادي الرواكيب كان صورنا فيها زي تقريبا 3 أيام. كانت يعني طويلة شوية يعني، طبعا أي تصوير أو أي حاجة كان بنحتاج إنه نعملها كان لازم تكون قبل المغرب يعني طبعا لأنه ما في كهرباء. فكنا بنبدأ يعني من بدري نمشي يعني، حتى كان الجماعة بيستنون يعني من بعد صلاة الصبح عشان نستغل وجود الشمس ونقدر نوسغ الأماكن. حتى كنا بنمشي الحتات اللي حوالين المنطقة يعني اللي كان بيجيبوا منها الموية الآبار والدونكي والحتات دي، حتى يعني وسغنا الناس بيشتروا الموية هناك وطريقة الحصول عليها يعني، اللي هي كانت حاجة بالنسبة اليوم يعني كانت معنا كبيرة يعني، فنحاول إنه نعكس الحاجة دي. وأنا بفتكر إنه فعلا المفروض يكون في الفترة الجاية يكون مثلا في تركيز على القضايا أو الحاجات زي دي اللي هي بتعكس معاناة الغير يعني في مناطق مختلفة من السودان يعني. السودان ده ما الخرطوم بس ولا الحتات اللي هي متوفر فيها الموية بصورة كبيرة، والكهرباء في الخرطوم بتقطع خليه برا يعني. نعم. واحنا بنحييكم كشباب يعني وجدوا فيكم مخرج للناس انه يسمعوا صوت ويشوفوا التفاصيل، والناس تجيف على تفاصيل المعاناة، لكن برضو نحن نجيف على الرد الرسمي من الجهات الرسمية. سعداء جدا انه يكون معنا عبر الهاتف مباشرة باشمهندس معتز صلاح الدين مدير مياه محلية أم درمان. باشمهندس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا بك وسعداء أنك تنضم لنا في النقاش المهم ده.
بداية ناقشنا مع عمنا عبد القادر، هو من أبناء قرية وادي الرواكيب، والسيد الطيب مخرج الفيلم الوثائقي اللي بيعكس معاناة قرية وادي الرواكيب. القرية المياه ما موجودة فيها، في بير واحد بيتم تغذية جميع السكان منه في الصباح عن طريق الكارو، بتشترى المياه مباشرة من الكارو يوميا، بيضطروا لأنه بيشتروا المياه، ما في كهرباء وبالتالي ما في خدمات أساسية. لكن ما يليكم قصة المياه، ما هو تعليقكم؟ طيب، القرى اللي حول المدرمان دي يمفر لها المياه غالبا بالآبار. يعني عندنا آبار محفورة، احنا عندنا زي 64 بير بنسميها خارج الشبكة، يعني هي ما بتطلع مع الشبكه بتاعت درمان ذاتها، كل غرية عندها شبكه صغيره. طيب. او هذه يكون يشربوا من الابار دي مباشره. ودولتك اظن عندها بيرين، وفي بير ثالثه اتحفرت تابعه للسدود برنامج زيرو عطش، لكن ما اكتملت، فيها نواقص، المفروض استعمل لها طاقه شمسيه لانه كهرباء ما في، ولسه ما اكتملت. والله البرنامج طبعا وقف بعد الثوره، ما اعرف انا الجديد حيكون شنو، لسه ما عرفنا الموجهات العامة ما جاتنا. باشمهندس، يعني على قلة الموية الموجودة، مياه الآبار هي مياه غير صالحة للشرب، وكثير من المواطنين اللي تضرروا عندهم مشاكل فعلية في الكلى، غير كده في استغلال لمواطني المنطقة، يعني بيشتروا الشباب اللي بيبيعوا لهم الموية البرميل ب10 وبيتم بيعه في المنطقة ب80 جنيه، فهل في معالجات أو حلول مطروحة من قبلكم لحين تتحلى لهم مياه ممكن تكون صالحة للشرب وما يتأذوا منها مواطني المنطقة؟ طيب، مياه صالحة للشرب بناخذ تلاتة خطين. أي بير بتتحفر ما بتخش الشبكة، أو ما لنجي منها مواطن ما لم تجي شهادة من المعمل، قد يكون فيها نسبة الأملاح شوية زايدة، لكن في الحد المسموح به، يعني ما تقل من كده وما تزيد من كده. ده واحد. الابار دي طبعا ما تحت اداره الهيئه، تحت اداره الغرف دي ذاتها، يعني هي 64 بيسمى احنا خارج الشبكه، يعني احنا علينا اشراف الحفر ونتاكد انها اتحفرت حفر حسب مواصفات الهيئه ومختاره مقابله لمواصفات الهيئه، بعدين بنسلمها للغرف دي ذاتها. طيب. يعني كان اللجان الشعبيه في لجان المقاومه والخدمات. طيب. بتستلمها هي وهي تبيع لمواطنيها. طيب باشمهندس، يعني عذرا على المقاطعه، لكن الابار دي بتتبع يعني وفقا لرؤيه على حسب السكان وعلى حسب المنطقه وتفاصيل المنطقه. 1620 نسمه بالنسبه لقريه زي وادي الرواكيب، بتفتكر انها ممكن تكون محتاجه لكمبير موزع في مناطق مختلفه عشان تسهل الوصول بالنسبه للناس؟ وهو طبعا تفرق المواطنين ده ذاته مشكله، يعني انت عشان تعمل كله تجمع تعمل لبير مشكله. واحنا حفرنا بير، يعني البير حفرتها برنامج زيرو عطش، وقلت لك ما اكتملت. يعني احنا بنتكلم عن البير الان الوحيده، المصدر الوحيد للمياه هي بير موجوده في منطقه جديده. انا متاكد في بير جديده تم حفرها برنامج زيرو عطش، نعم، لكن ما اكتمل التركيب بتاعها، ما دخلت الخدمه الان، ما دخلت. طيب احنا بنتكلم عن مكان البير اللي هي المصدر الاساسي الان بالنسبه للمواطنين الموجودين في القريه، قد تكون بعيدة من معظم الموجودين في القرية، لأنه بطبيعة الحال إذا كان في كذا بير مثلا موجودة بناء على دراسة أو بناء على عدد السكان الموجودين في القرية، قد يكون عشان تكون كنقاط لالتقاء عدد من المواطنين وتسهل لهم بالتالي وصولهم لمناطق المياه. فمن هنا بيبقى السؤال، أنه المعايير اللي بتوضع عشان هي أصلا يكون في آبار موجودة في منطقة ما، على حسب اختيار الهيئة ولا على حسب الاحتياجات الموجودة في المنطقة؟ لا، انت يعني الطلبات اللي تقدم بها المواطنين، بعد ذاك الهيئة بترسل وفود فنية لتعاين المنطقة ذاتها، عندها أجهزة بتجيك انه حتى الحوض الجوفي ده موجود ولا ما موجود، الخبرة ذاتها في حتات الحوض الجوفي احنا عارفين انه ما بيصلح له شيء وما بنقدر نحكي فيه، فده ذاته بغيرك حفر الكثير ومحله ده بتغيرك الحوض الجوفي الموجود في بطن الأرض. إذا كان أصلاً صالح يعني فما في مشكلة، الهيئة بتاخدها بتبرمج، يعني احنا في 2020 ده عندنا 15 بير حنحفرها موضوع في البرنامج. فالمواطنين بتقدموا بطلباتهم لرئاسة الهيئة، عندنا قسم خاص بدراسة الآبار والمياه الجوفية دي كل سنة، طبعاً ما بنقدر نغطي كل الطلبات لكن بنشوف الحوجة نقدم الأحوج. جميل. طيب باشمهندس، احنا معنا من ابناء المنطقه الاستاذ عبد القادر بابكر.
حيكون معك. أنا حسألك يعني هو قال يعني بيتقدم المواطنين بطلب وبعدك هم سعيدين منه يلبوا لك، هل أنتوا أبناء المنطقة قمتوا بشكاوى أو قدمتوا طلبات؟ نعم والله، في الفترة الساوة قدموا، والآن قدموا إنه المفروض أتقلش يعني غير البيرين ديل يتم صيانة كاملة، اللي هي البيرين المستغلات ديل الثاني الفئة نسبة الأملاح زي المسموح بها دي والبير المياه حلوة دي، طلبنا ثاني ثلاثة آبار يعني على اللي قال، لأنه أنا قويت قلت لكم الغرية دي ممتدة يعني على مسافة 4 كيلو، وكون إنه الإنسان بالكار وبالذي يصرف يوميا دي صعبة عليه، فالناس يتقدموا والطلبات هسه الان موجوده في المحليه وما حصل فيها شيء جديد لحد الان. باشمهندس تعليقك او ردك على كلام استاذ عبد القادر بابكر. هم طبعا اصلا الابار اللي بنسمع احنا خارج الشبكه، طبعا الاداره مباشره للمحليات محليه ام درمان، فهم بعد ذلك بيحولوا لنا الطلب على اساس انه يعني بعد مرات بيجينا فاعلين خير بنخدها في البرنامج بتاعنا نحن لو عندنا ليها فرقه. فانا ما انا والله ودراكبي بس الشيء المعلومه اللي عندي عندنا بير حفرت عندها وما تم التركيب حسب الحوجه الموجوده وفيها طاقه شمسيه، لان هناك في مشكله بتاعت كهرباء. ففيها بعض المواقف بتاعت كهرباء اظنها كوابل ومفاتيح وكذا ما اكتملت، المفروض كان في السنه دي تكتمل من برامج زيرو عطش. جميل. طيب يا باشمهندس بالنسبه ل يعني موضوع خارج الشبكه، الشبكة هي من المفترض بما انها هي منطقة داخل ام درمان وتابعة لمحلية ام درمان ومياه ام درمان، يعني المناطق اللي ممكن تكون خارج الشبكة، المغزى شنو من انه في مناطق خارج الشبكة يتم عليها ابار تحفر وفي شبكة هي المفروض تكون مسؤولة عن المياه في ام درمان وتغطي مناطق المحيطة بام درمان كلها يعني، وهي تابعة لمحلية ام درمان في المنطقة. اصلا دي مناطق طرفية بعيدة لسه يعني، احنا عندنا هسه مشاكل في صالحة وفي جادين وكذا بنعالج فيها زي محطات نيلية، اصلا الابار ده هو برنامج ابعاثي كل اساس. فانت عشان تعمل تضم للشبكة اول حاجة توفر المصدر، المصدر احنا يعني بنفضل انه يكون محطة نيلية. ففي الوقت الحاضر ما عندنا والله محطة نيلية ما يتطلب فيها وزارة، اصلا نكون اونست مع الناس وصريحين. فبنغطي بالابار الجوفيه لحد عندنا محطه حتقوم تمضى العقد بتاعها وفي الضمانات البنكيه في الصالحه ب 300,000 متر مكعب. دي هتغطي وين؟ يعني هي مدتها 3 سنين متوقع عليها. لكن المناطق البعيده دي فبنجيب الغرف في ابار يعني بير بيرين، كل غريه بير بيرين لحد ما الشبكه تمتد بعد ذلك يعني. بس نرجو الإسراع بإنه تحضرون عليه قال تحضرون لبيرين على الأقل يعني الآن بصورة عاجلة وفي المنطقة المدروسة والفيها المياه الحلوة، لأنه إيش المنطقة اللي قلت فيها زراعة جديدة صح كل ما عمقت البير لتحت كل ما كانت مياه حلوة، فأرجو الحياة تركبون البير اللي قلت عليها بتاعت زراعة جديدة وتحفرون لبيرين هنا على الأقل. طيب بس مهندس يعني في سياق الكلام ده أنت ذكرت إنه في 15 بير يعني هتكون هي قيد التنفيذ في خطه موضوعه موزعه كيف يعني على اساس معايير معينه لتغطيه المناطق المحيطه بام درمان اللي هي خارج الشبكه دي ولا المناطق اللي حصلت فيها حوجه وناس اشتكوا يعني انت بتصنع اي شكاوى بتصنع طوال احنا بنعمل دراسات ليها الحل ممكن يكون شنو؟ نعمل لها خط ناقل لو ما في امكانيه الخط الناقل نعمل لها مصدر بير مربوطه بغريه جنبها فوجدنا انه عندنا حوجه ب 15 غير وطلعت فترشات تمويل في 2020 ان شاء الله. 15 بير يعني نقدر نوعد كل اهالي قريه وادي الرواكيب وكل الناس اللي ممكن يكونوا بيسمعونا وبيعانوا من نفس المشكله بانه كحد اقصى مشاكل اسعافيه قد تكون في 2020 في توقيت بالضبط يعني. والله هو موضوع قلت لك الابار دي موضوع لكن كذلك خطوه اولى يشرفوني بكره ويجيبوا معاهم الطلب وانا بمشي ان شاء الله اقعد مع السيد المعتمد المحلي ام درمان راجل متجاوب جدا معاه بتاعت اللواء وان شاء الله من الجهل. نعم الخطوه ان شاء الله جميله وموفقه. على الهواء بيقول لكم انه بكره تشرفوه معاكم الطلب على اساس انه حيتحركوا في خطوه رسميه لمحاوله حل المشكله. نعم. شكرا يا باشمهندس معتز صلاح الدين مدير مياه محليه ام درمان، شكرا جزيلا. الله يبارك. جميل. احنا يعني نتمنى انه صوتكم يكون هو
من خلال مبادرات الشباب الجميلة زي الطيب وكل الشباب الموهوب اللي بيجيف على تفاصيل مهمة جدا لكل إنسان السودان في مناطق مختلفة من ولايات السودان. ودورنا على أدوار مختلفة تكمل بعض. نتمنى إنه كل المشاكل تتحلى. وبنرسل صوت تحية لكل أهلنا في قرية وادي الرواكيب ومن خلالك. ونقول لهم إن شاء الله يعني ربنا يفرج عنكم قريب ونحن أبوابنا مفتوحة وإن شاء الله تجد أهلنا صعبية. تفضل. طيب أنا هتحدث عن الكهرباء. فالكهرباء الآن في الشباب كونوا لجنة. شوف الكهرباء دي هي مسؤولية الحكومة. لكن عملوا دراسة حوالي 184 عمود بتاع ضغط عالي من آخر نقطة تحت الضغط العالي لآخر نقطة في القرية. لقى 184 عمود. فنرجو يعني أنه هسه الآن الناس في العون الذاتي الواحد يدفع 5 مليون يدفع 10 بالمليون الجديد. المهم بيحاول يجيبوا الأعمال دي. فيا دوب يعني احتمال يكون يجوا 20-30 عمود بمشهودنا الذاتي. فأنا أتمنى يعني من المسؤولين يساعدونا على الأقل بالضغط العالي ده لأنه لسه غير الضغط العالي دارين محاولات أقل شيء 5 محاولات صغيرة للغرية. وكذلك السلك طول السلك بتاع الضغط العالي ده إذا كان 9 كيلو معناته 9 كيلو في 4 معناته 36 كيلومتر ده طول السلك بتاع الضغط العالي. نعم. ده غير السلك السلوك التوصيلات الداخلية. فنحن لو وصلتنا بس الشرارة دي السلك العالي إن شاء الله الضغط العالي الناس يجتهدوا مع منظمات مع الحكومة بالجهد الشعبي نحن دارين الكهرباء توصل لنا قبل السنة دي ما تنتهي. نعم. إن شاء الله. نتمنى كده وإن شاء الله. نعم. كل المشاكل تتحل المياه أولا وبعد كده الكهرباء. نعم. مسكوا في الطيب ده قوي. طيب شكرا لك جدا ونتمنى إنه يعني المبادرات تجد الدعم ومجهود جبار ولولاكم ما كان سلطنا الضوء على تفاصيل مختلفة. نحييكم على المجهود الجبار أولا وكلمة أخيرة إذا في مشروعات جاية إن شاء الله. والله يعني أنا أول حاجة يعني بشكر أهل غرية وادي الرواكيب كان يعني على الفرصة اللي ادوها لنا عشان نقدر نوسغ المشكلة بتاعتهم دي. وبرضو الفيلم أو الفيديو ده كان مدعوم يعني من اليونسكو وكرسي اليونسكو للمياه برضو كتوسيغ للمشكلة دي وكتوسيغ للمجهودات اللي بيقوموا بها الأهالي في منطقة وادي الرواكيب عشان يلقوا لها الدعم يعني اللي بيوصلها لنقطة كويسة. وشكرا للكرو اللي اشتغل في الفيلم ده يعني اجتهد فيه وحبيب يعني وشكرا لكم انتم برضو على الاستضافة. شكرا يعني شكرا جزيلا. طيب محمد علي مخرج فيلم معاناة أهالي منطقة وادي الرواكيب شكرا لك كثير عمنا عبد القادر بابكر الموجه التربوي وأيضا من أبناء منطقة وادي الرواكيب بأم نرمان شكرا جزيلا وإن شاء الله تتحل مشكلتكم وعشرين عشرين يكون عام بلا معاناة بلا عطش بلا ظلام بلا ظلام. جميل بارك الله فيك نتمنى إن شاء الله الله يعافيك الله فيك شكرا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على هذا الاستضافة إن شاء الله يعني نكون ما ضيف صغيرين عليكم لا لا إن شاء الله حبابك الله الله يبارك فيك. طيب احنا بنتواصل مع كل المتابعين عبر قناة سودانية 24 جلالة نتواصل معكم فاصل حنرجع لكم.